تنطلق بعد غد الاثنين بمركز عمان الدولي للمعارض أعمال ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابع تحت عنوان تمويل وتأمين المشاريع وإدارة المخاطر. ويهدف المعرض إلى تعريف قطاع التأمين بما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل حقيقي. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 من مايو من كل عام، يفتح متحف قوات السلطان المسلحة أبوابه للمواطنين والمقيمين لمدة يوم واحد، وذلك يوم الاثنين المقبل. أفادت مصادر فلسطينية أن مواجهات وقعت اليوم بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أوقع 5 جرحى على الأقل بينهم مصوراً. قرر القضاء الإسباني حفظ قضية رفعها المغرب ضد صحيفة البايس لنشرها على موقعها الإلكتروني فيديو نسب لتنظيم القاعدة في المغرب، اعتبرته الرباط أنه يحرض على العنف ضد المغرب ومؤسساته. جمعية أنقذ الأطفال تكشف عدم صحة الخبر المتداول في الآونة الأخيرة عن تبرع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بمبلغ 5 ملايين يورو من أجل الأطفال النيبال المتضررين جراء الزلزال، في الوقت الذي دعا فيه متابعيه عبر حسابه في الفيسبوك إلى مساعدتهم.